سبوبة مدروسة ومحسوبة، ودايما أجوات الغلابة فيها منهوبة. سبوبة مدروسة ومحسوبة، ودايما أجوات الغلابة فيها منهوبة. يعمل إعلان ويقول لك ادفع وتبرع للغلبان، خطة مدروسة ومكتوبة. تدور الأيام ويجي رمضان ونفس الفيلم والحدوتة، ادفع وتبرع بالمجان. والناس على أمرها مغلوبة، من طيبتها بتتبرع ومش في بالها السبوبة. الإعلان يصرف كم مليون ويجيب كم مليار، والغلبان هو الغلبان. لا شفنا جمعية إسكان ولا حتى مدارس للأيتام، ولا مستشفى تعالج بالمجان. وكل سنة الصدقة والزكاة عين عينك، من الفقرة مسلوبة ومنهوبة. حسبة عقل يا بني آدم، تسيب جارك فقير وتروح تتبرع للإعلان، ومصدق وهم من ابن طوبة على طوبة، وكل سنة شايف بيوت الفقرة مخروبة. فتح عينك وما تبقاش كسلان، وتصدق للي يستحق الإحسان. امشي للفقير ولو طالت ضروبه، تزيد حسناتك المكتوبة. طرق الخير كثيرة يا عبد الله، كل يوم عينك بتشوف فقير غلبان. اتبرع لعزيز النفس اللي شامت ظروفه، انت بس اللي تحس بعيوبه. ما تستقلش بصداقتك وترميها للإعلان، ونصها يروح رسوم ومصاريف للطمعان. لو كل بيت يجمع صدقاته بنفسه، هنوفر حاجات كتير مطلوبة، ونحارب بأيدينا السبوبة، ونوصل صدقتنا للمحتاج ونملى جيوبه، من غير إعلان شحاتة ولا جمعية غتاتة. لمتى هتفضل كسلان صعبان عليك ومسدد اللي بيمثل في إعلان؟ فوق من وهمك يا طيب لسبوبة، دور على اللي يستحق ولبي مطلوبه. فكر كده معايا، هي ليه السبوبة ما بتزيدش غير في رمضان؟ عشان احنا شعب طيب ومش حاسين بالنصبايا المنصوبة، عشان جوانا إيمان والزكاة واجب، وبنحب الصدقة والإحسان. عشان يستغلك وتمشي السبوبة وتتوزع وانت بغيبوبة، عشان يفضل الفقير متهان ويقدر كل سنة ينهب كمان وكمان. مش قلت لك دي محسوبة؟ لا همهم فقير ولا أسرة منكوبة، مليارات من الصدقات والإحسان، واللي بيوصل للفقير فتفيد حرمان. الإعلام يصرف كم مليون ويجيب كم مليار، أهم شيء محدش يطلع زعلان. الباشا الشحات وكل واحد ليه أسلوبه، الحق واضح والأفعال عنوان، لو فيهم خير كان بان.